في الإصدار الأول من العرض الخاص بإثبات مشتقة اللوغاريتم الطبيعي، مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x، حيث كانت أول مرة قمت بإثباته قبل عدة سنوات، وفي العروض اللاحقة أثبتت أن مشتقة e للقوة x تساوي e للقوة x. لقد كنت مكلفا ببعض الإثباتات الدائرية، وأنا مقتنع تماما أن إثباتي لم يكن دائريا، إذا ما أريد القيام به في هذا العرض الآن، وبما أن لدي بعض المساحة الإضافية للعمل بها وبعض الأدوات المتطورة، فسوف أعيد الإثبات وسوف أقوم به في عرض مشابه كي أوضح لكم أنه ولا على أي نقطة أفترض هذا قبل أن أوضحه بالفعل. إذا دعونا نبدأ بالإثبات. أول شيء سأكون بحاجة له لكي أثبت هذا الشيء الموجود في الأعلى هنا هو أنني أريد أن أبقي هذا المسار، لا أفترض هذا قبل أن أوضحه. إذا دعونا نبدأ بالإثبات. مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x، إذا مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x، يمكننا أن نذهب إلى التعريف الأساسي للمشتقة، إنه يساوي نهاية اقتراب دلتا x من الصفر للوغاريتم الطبيعي لـ x زائد دلتا x ناقص اللوغاريتم الطبيعي لـ x، وكل ذلك مقسوم على x. الآن يمكننا أن نستخدم خاصية اللوغاريتمات. إذا كان لدي لوغاريتم a ناقص لوغاريتم b، فإن ذلك يعادل لوغاريتم a تقسيم b. إذا دعوني أعيد كتابته بهذه الطريقة. هذا سيساوي نهاية اقتراب دلتا x من الصفر. يمكنني أخذ 1 تقسيم دلتا x ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ x زائد دلتا x. هذا x تقسيم x. إنني أستخدم خصائص اللوغاريتمات هنا. ثم بإمكاني أن أعيد كتابة هذا. أولا عندما يكون لدي المعامل أمام لوغاريتم فيمكنني أن أجعل هذا أس، من ثم يكون بإمكاني تبسيط هذا. إذا هذا يساوي نهاية اقتراب دلتا x من الصفر للوغاريتم الطبيعي. دعوني أكتب هذا بلون جديد، اسمحوا لي أن أكتبه بلون جديد. في العبارة الداخلية هنا سوف أقسم كل شيء على x. إذن x تقسيم x يساوي 1، ثم زائد دلتا x تقسيم x، ثم لدي هذا 1 تقسيم دلتا x هنا، ويمكنني أن أجعله الأس. إن تلك عبارة عن قاعدة أسس أو خاصية لوغاريتمات. 1 تقسيم دلتا x. الآن سوف أجري تعويضاً. تذكروا أن جميع هذا أتى من تعريف المشتقة. كل ذلك كان يساوي مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x. لا يزال علي استخدام هذا في أي حال من الأحوال، ولن أستخدمه إلى أن أوضحه لكم بالفعل. لقد أصبحت دفاعياً جداً حيال الادعاءات الدائرية هذه. كنت مخطئ، لأن ذلك يوضح أنني لم أكن واضحاً للغاية في الإصدارات الأولى لهذه الإثباتات، لذا سوف أحاول أن أكون أكثر وضوحاً هذه المرة. دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نبسط هذا إلى عبارات ندركها. دعونا نجري التعويض كي يكون بإمكاننا أن نحصل على E في عبارات ربما ندركها. دعونا نجري التعويض. دلتا x تقسيم x تساوي 1 تقسيم n. إذا ضربنا إن هذا يعادل التعويض، إذا ضربنا طرفي هذه ب x، كأن نقول أن دلتا x يساوي x تقسيم n.
إن هذه الجمل متكافئة، لقد ضربت كلا الطرفين هنا بـ x. الآن إذا أخذنا نهاية اقتراب n من ما لا نهاية لهذه، لهذه العبارة الموجودة هنا، فإن ذلك يعادل تماما أخذ نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر. إذا كنا نعرف دلتا إكس بأنها عبارة عن هذا الشيء، ونأخذ نهاية اقتراب مقامها من الصفر، فإننا سوف نجعل دلتا إكس تذهب إلى الصفر. لذا دعونا نجري ذلك التعويض، جميع هذا سيساوي الآن، لقد قمنا بالتخلص من دلتا إكس، سوف نقول أن نهاية اقتراب n من ما لا نهاية للوغاريتم الطبيعي، سوف أعود إلى اللون البنفسجي، للوغاريتم الطبيعي لواحد زائد، الآن قلت أنه بدلا من دلتا إكس تقسيم إكس، قمت بإجراء هذا التعويض بحيث أن ذلك يساوي واحد تقسيم إن، ومن ثم ما هو ناتج واحد تقسيم دلتا إكس؟ حسنا، دلتا إكس تساوي إكس تقسيم إن، إذا واحد تقسيم إكس هو عبارة عن معكوس هذا، سيكون إن تقسيم إكس، ومن ثم يكون بإمكاننا أن نعيد كتابة هذه العبارة هنا، دعوني أعيد كتابتها مرة أخرى، هذا يساوي نهاية اقتراب إن من ما لا نهاية للوغاريتم الطبيعي لواحد زائد واحد تقسيم إن. ما يمكنني فعله هو أن أعزل إن هذه من الواحد تقسيم إكس، بإمكاني أن أقول أن هذا مرفوع للقوة إن، ومن ثم جميع هذا مرفوع للقوة واحد تقسيم إكس. مرة أخرى، إن هذه خاصية أسس، إذا رفعت شيء ما للقوة n ومن ثم للقوة واحد تقسيم x، فيمكنني أن أضرب الأسس وأحصل على n تقسيم x. إذا هاتان العبارتان متكافئتان، لكن يمكننا الآن أن نستخدم خصائص اللوغاريتمات لنقول إذا كان هذا هو الأس، فيمكنني أن أضعه خارجا أمام المعامل هنا، يمكنني وضعه خارجا هنا، وتذكروا أن هذه جميعها كانت مشتقة x اللوغاريتم الطبيعي ل x. إذا كم يساوي هذا؟ يمكننا وضع هذا الواحد تقسيم x خارج العبارة هنا، في الحقيقة ذلك واحد تقسيم x خارج العبارة ولا شيء نفعله مع ال n، إنها عبارة ثابتة نوعا ما عندما تفكر بها بدلالة n، إذا يمكننا في الواقع أن نضعه في الخارج هنا، يمكننا وضعه في أي مكان. إذا بإمكاننا أن نقول واحد تقسيم x ضرب كل ذلك الشيء المكتوب باللون البنفسجي نهاية اقتراب n من ما لا نهاية للوغاريتم الطبيعي لواحد زائد واحد تقسيم n مرفوعة للقوة n، اللوغاريتم الطبيعي لجميع ذلك، أو من أجل توضيح النقطة يمكننا أن نعيد كتابة هذا الجزء، دعوني أستخدم اللون الأحمر، واحد تقسيم x ضرب اللوغاريتم الطبيعي لنهاية اقتراب n من ما لا نهاية. إنني أبدل الأماكن هنا لأنه وبكل وضوح إنما نهتم لأمره هو ما يحدث لهذه العبارة كلما اقتربت من ما لا نهاية ل واحد زائد واحد تقسيم n مرفوعة للقوة n. حسنا، ما هو؟ إن هذا يجب أن يكون مألوفا بالنسبة لكم عن طريق بعض العروض الأولى حيث تحدثنا عن E، إن هذا واحد من تعريفات E، إنني واضح هنا،
لازلت لا أستخدم هذا بعد. إنني أحدد تعريف إي حيث أن إي يساوي إي يساوي نهاية اقتراب إن من ما لا نهاية ل 1 زائد 1 تقسيم إن مرفوعة للقوة إن. إن هذا عبارة عن تعريف إي. واللوغاريتم الطبيعي معرف ليكون عبارة عن لوغاريتم أساس هذا الشيء، وهذا الشيء هو إي. إذن أقول أن مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لإكس يساوي 1 تقسيم إكس ضرب اللوغاريتم الطبيعي ضرب اللوغاريتم الطبيعي، هذا الشيء الموجود هو إي، ذلك هو تعريف إي. إنني لا أستخدم تعريف مشتقة إي أو تعريف مشتقة إي للقوة إكس. إنني أستخدم تعريف إي، وتعريف اللوغاريتم الطبيعي هو لوغاريتم أساس إي، وهذا يوضح القوة التي عليك أن ترفع إي لها لكي تحصل على إي. حسنا، إنها تساوي 1. من هنا حصلنا على أن مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x تساوي 1 تقسيم x. أعتقد أنك حتى الآن مقتنع أننا قد أثبتنا العبارة الأولى الموجودة في الأعلى ولم نستخدمها بأي طريقة هنا. لقد استخدمت تعريف إي لكن ذلك جيد، أعني أننا افترضنا أننا نعرف تعريف إي حتى عندما نتحدث عن اللوغاريتم الطبيعي، نفترض أنه أساس إي. لم أفترض هذا بأي طريقة لنبدأ به. الآن بما أننا قد وضحنا هذا ولم نفترض هذا أبدا، دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نوضحه. إذا مشتقة، دعونا نقوم بحل تمرين هنا. في الواقع ربما أنه يمكنني القيام بحله في الهوامش. دعونا نأخذ مشتقة هذا الاقتران، اللوغاريتم الطبيعي لـ e للقوة x، إذن يوجد طريقتان يمكننا استخدامهما. الطريقة الأولى أنه يمكننا تبسيط هذا، ويمكننا أن نقول أن هذا يعادل المشتقة، يمكننا أن نضع هذا الـ x في الأمام ضرب اللوغاريتم الطبيعي لـ e. وما هو اللوغاريتم الطبيعي لـ e؟ اللوغاريتم الطبيعي لـ e نعرفه بالفعل وهو يساوي 1. إذن هذا عبارة عن مشتقة x، ومشتقة x تساوي 1، وهذا مباشر جدا، لم نفترض هذا بأي طريقة لنبدأ به. فقط قمنا بتبسيط هذه العبارة هذا، وهي تعادل مشتقة x لأن هذه العبارة يتم حذفها، ومشتقة x هي 1. أو يمكننا أن نفعل هذا بطريقة أخرى، يمكننا استخدام قاعدة السلسلة. يمكن أن نقول أنه يمكن اعتبار هذا كمشتقة، هذا الاقتران الداخلي أو هذه العبارة الداخلية. إذا مشتقة العبارة الداخلية لا أعرف ما هي، إنني لا أفترض أي شيء عنها، إنني لا أعلم ما هي، لذا سوف أكتبها باللون الأصفر هنا. إنها تساوي مشتقة إي للقوة إكس، لا أعرف ما هي،
ليس لدي أي تلميح لأعرف ما هي، ولم أقوم بافتراض أي شيء حيالها. إنني أستخدم قاعدة السلسلة. إذا كانت مشتقة هذا الاقتران الداخلي بالنسبة لـ x وهو هنا ضرب مشتقة هذا الاقتران الخارجي بالنسبة للاقتران الداخلي، إذن مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x بالنسبة لـ x هي 1 تقسيم x. إذا مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لأي شيء يتعلق بأي شيء هي 1 تقسيم ذلك الشيء، إذا ستساوي إذا مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x بالنسبة لـ e للقوة x تساوي 1 تقسيم e للقوة x. مرة أخرى لم أفترض هذا بأي طريقة هنا، كل شيء قد فعلناه للتو هو أننا لم نفترض ذلك، لكن بكل وضوح إن مشتقاتي بأي طريقة أقوم بحلها. الطريقة الأولى التي استخدمتها حصلت على 1، الطريقة الأخرى لم أقم باستخدامها لقد حصلت على هذه العبارة هنا، يجب أن يكونا متساويتين. إذن دعوني أكتب هذا، هذا يجب أن يساوي ذلك. إنه مجرد أن ننظر إليهما بطريقتين مختلفتين ونحصل على نتيجتين مختلفتين، لكنني لازلت لا أعلم ما هو، لقد تركته مفتوحا. كل ما قلته هو أنه مهما كانت مشتقة e للقوة x، لكننا نعلم بما أن هاتين العبارتين متساويتين، نعلم أن مشتقة أو أن المشتقة بالنسبة لـ x مهما كانت e للقوة x، إذن مهما كانت المشتقة بالنسبة لـ x، فإننا نعرف أنه عندما نضرب ذلك بواحد تقسيم e للقوة x، ذلك عندما استخدمنا قاعدة السلسلة، أنه يجب علينا أن نحصل على نفس النتيجة كلما اقتربنا من المسألة بالاتجاه الآخر، ذلك يجب أن يساوي هذا الاقتراب، لأن لكلاهما طرق مختلفة للنظر إلى مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ e للقوة x، إذا ذلك يجب أن يساوي 1. حسنا، إننا هنا تقريبا. يمكننا أن نبسط هذا ونجد مشتقة e للقوة x المجهولة. نضرب طرفي هذه المعادلة بـ e للقوة x ونحصل على أن مشتقة أو أن المشتقة بالنسبة لـ x لـ e للقوة x تساوي e للقوة x. وأريد توضيح هذا، ولا على أي نقطة من هذا الإثبات كله ولا على أي نقطة قمت بافتراض هذا. في الحقيقة إن هذه هي المرة الأولى التي أوضح هذه العبارة، لم يكن علي افتراض هذا عندما وضحت لكم أن مشتقة اللوغاريتم الطبيعي لـ x هو 1 تقسيم x، ولم يكن علي أن افترض هذا كي أحصل عليه. إذن ولا بأي طريقة يعتبر هذا الإثبات دائريا. على أي حال، إذن لا أريد أن أكون دفاعيا، لكنني أردت أن أوضح هذا لأنني لا أريد أن ألوم هؤلاء الذين يعتقدون أن إثبات الأصلي كان دائريا. كانت غلطتي لأنني لم أوضحه بشكل مناسب. إذن أتمنى أن هذا العرض قد قدم لكم توضيحا للقضية. أراكم قريباً.